والله يا أليك، ودخلت الحساب الآن والله لقيته مولع يا حبيبي. والله شكرا لك، كثير فرحتني في هذا اليوم. من ناحية المتجر الغامض كله محروق، الباتجات كل شيء. والله حبيبي طورت لي السكار ليفل 5، والله شكرا لك كثير. يا كلا لازم فنش حبايبنا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. مثل ما انتم شايفين اليوم يا شباب دخلنا لكم بمقطع جديد شباب، عملنا المسابقه اللي عملناها على الانستغرام شباب، وراح نحرق اليوم شباب لهذا الاسطوره لاحد المتابعين شباب. ركزوا لي على الحظ تبعه شباب، 87 او ماي جاد شباب، ونفس على الحظ البنكر الثاني. طبعا شباب تاخرت شوي، كنت راح ارجع بغير شوي يروح المتجر، بس ولكن شباب 85 مليون شباب الحظ على معلم اليوم عندنا شباب، راح نحرق ابو المتجرين يا اساطير. بس ولكن حبايبنا قبل ما نبدا هذا المقطع يا اساطير، مثل كل مره الله يسعدكم، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ونقول الف مبروك لهذا الشاب حبايبنا. طبعا اول دخل الشاب يدخل، يا الله شو فرض على الحساب شباب، شفت كله اصفر واسود، ولكن لما رجعت شوي لورا تذكرت شفت هذا الفاير باس القديم، قلت كيف هلا كيف يعني هيك، يعني هيك جاي حظ يعني هذا الحظ الاسطوري. وهيك طلع لا شباب بيشارك كثير بالرومات ورومات وهيك اشياء وبيربح الجواز. اوكي ونفس الشيء شباب هون فينا، ما تشوفون هون شباب هذا فاير باس قديم، بتعرفوا شيء كثير ما بتعرفوا شباب، لما تعملوا الباجات صفر ما بنحسب، ما بيطلع عندكم الفاير باس هون شباب بيختفي حبيبي. والله خلينا ندخل بشكل سريع شباب هيك على السريع، نعمل استعراض للحساب حبايبنا ما انتم شايفين. اوكي عندنا هذول الباجات شباب السكنات هيك على السريع، طبعا مثل ما انتم شايفين شباب اغلب السكنات موجوده، اغلب سكنات الفاير باس. اوكي ما في اي سكنات من احداث شباب ليك يا اساطير، اليوم راح نفرح الجميل هذا وباللوز. هات نشوف، هذا هو شباب، هذا هو الحساب بشكل سريع، كلا خلص طيح فنش حبيبي والله. اوكي سو حبايبنا قبل ما نكمل اي شيء يا اساطير، بتمنى من كل اسطوره شباب عم يتابعنا بهذه اللحظه لا تنسى اللايك حبيبي والله. اوكي يلا ندخل شباب ليتس جو. طبعا شباب قبل ما اعمل اي كمان اي شيء انا حاطط بعت له الاكواد. اوكي بصوا الاكواد شباب باللوز، مبروك عليه شباب، حطيت له الاكواد شباب لهذا وهذا وهذا وهذا. خلينا نعمل حصول على كل معلم. اوكي الف مبروك عليه، خليه هو يفتحهم بعد شوي اللي بده اياه، خليه هو شباب حبيبي والله. اوكي هيك الف مبروك للشاب، والان شباب حان وقت الحرق المتجر شباب، ليك لازم نشحن الجوال ليتس جو معلم. يب وهيك بيكون وصل جوار حبايبنا بلوز اللوز. سو حبايبنا بدينا احنا نشحن هالجوار، طبعا خلينا نرجع التراكمي. اوكي نجي لهون باللوز، نجي لهون كمان، اولي تقريبا 5000 جوار يا اساطير. طبعا شباب عندنا حقيبه كمان جديده هون شباب، شحن باللوز هذا كمان. اوكي حبيبي والله حقيبه معلم. تمام تمام سو هيك بيكون شباب تقريبا شحنا 5000 جوار بالحساب. ليك شباب خلينا ندخل نشوف، انا نشوف الاشياء المهمه بالحساب. اوكي ما نجيب يعني اشياء مش مهمه يا شباب، المهم يعني انه تفيده مثل الاسلحه وما اسلحه وغير الاشياء الاسطوريه. اوكي يا اساطير سو اول شيء شباب مثل ما انتم شايفين شباب يعني التخفيض 87 يا الله شيء باللوس. خلينا نبلش اول شيء بالمتجر هذاك الثاني. اول شيء بدنا نجيب له الفاير باس، اهم شيء الفاير باس شباب، اهم شيء الفاير باس معلم. هيك بكون جبنا الفاير باس يا اساطير. خلينا نجيب له ايوه الصلاه، نشوف الصلاه اذا عنده اياها ولا لا معلم. كلا خزن الصلاه معلم يا معلم، نشوف الصلاه عنده الصلاه ولا وين الصلاه معلم بتكون. اولي اه لا يا اخي يا اخي اكيد اذا هون الصلاه معلم، هون السلعة وين السلعة؟ لا أكيد السلعة ما هي هون معلم، لا لا أكيد يعني إذا ما يعني موجودة بالمتجر ما لازم تطلع شيت. أوكي خلينا نجي لهون معلم ونقول بسم الله نشتري له السلعة معلم. خلي لوز روح يا قبي، شوف كلاي شوف كلاي يا شباب، شوفوا لي شوفوا لي كلاي يا شباب. أو ماي جاد شيء أسطوري، حلو هاي كفو كلاي، هاي جبنا له كلاي معلم نعمل له حسنا. حسب هي مو مش هي مو معلم، المهم المهم هلا بعدين بنشوف الشخصيات. اوكي يلا نجيب له هاي كمان معلم، نجيب له هذا 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 راس الحفيان. اوكي ونجيب له الحاضنه، تمام نجيب له بطاقات الحاضنه يا شباب شيء مهم. تمام وشو كمان؟ طبعا شباب نجيب له هذول كمان يا شباب باللوز. طبعا شباب نشوف شو راح يصير. اوكي نجي لهون نجي لهون معلم نشتريهم كلهم معلم 10 دولار مو من كلام معلم، اكيد راح يرجع ينزل المتجر. شو هذا؟ صندوق غنائم اسلحه الفاماس. اوه لا شباب هذول لازم نجيبهم معلم، نجي لهون نخليهم على جنب. شو في كمان معلم عندنا؟ شو في كمان عندنا معلم؟ طبعا شفت عنده ال 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 القرش اللي هو تبع ال شو اسمه السكار. تمام نجيب له السكار كمان معلم، نحاول نطوره يعني اللي نقدر نطوره. تمام اني واي هيك باللوس نجيب له هالحزمه معلم، هالحزمه يعني حزمه الهنديه الزلمه، الهنديه الزلمه شبك شوي هيك. اوكي طبعا يا شباب نجيب له شو كمان؟ نجيب له معلم بطاقات حاضنه هون كمان في باللوس. تمام التمام شوف التوكن كوبرا هذول مو مهم على ما عنده الكوبرا. خلينا نجيب له تبعت البويا، او بلاك نجيب له تبع البويا معلم، نطوره شوي اليو ام بي.
وبالنسبه للتوكن يو ام بي نجيب له هذا كمان معلم يوتين جواره باللوز حلو. ويلي 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 اوكي خلينا نشوف اذا عنده الوك شباب. طبعا شباب يوم زمان نجيب هالسكين معلم نجيب هالسكين كمان باللوز 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 حلو جميل جدا حلو. هي بجيب لك كيبشن طول بالك نتاكد شباب اوكي. هي بيكون جبنا الاهم الاشياء بهذا المتجر بالنسبه للحساب شباب. طبعا شباب ما راح نجيب الصناديق اذا ما عنده معلم مبدئيا فهمت علي كيف يعني دائما متجر تخفيضات كيف ينزل كذا وشوي شوي حبيبي والله اوكي. نجيب له هالراس القبعه معلم نجيب له هالراس معلم نجيب له هالراس اللوز اوكي. خلينا كمان نجيب له الثلج هي الثلج الكبرى كمان باللوز. خلينا نشوف اذا عنده الوك اذا عنده الوك شباب اعتقد عنده الوك خلونا نشوف. لا والله ما عنده الوك شباب لا يا اخي لا ما بيصير ما بيصير معلم ما بيصير ما بيصير ما بيصير نجي له نرجع له معلم جيب له الوك معلم ما بيصير يا زلمه جيب له الوك 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 يا زلمه جيب له الوك حبيبي والله اوكي. الرومات خلينا نجيب شويه رومات معلم عشان يتسلم مع اصحابه كمان باللوز حلو تمام التمام. هيك شباب اعتقد انه جبنا اهم شيء بهالمتجر شباب اوكي تمام. وقف شو معلم انا بحب دائما اعمل شيء دائما خلينا نجيب له هالبطاقتين معلم و ثواني معلم نغير له اسمه شباب نسميه طيب ولا خليه بعدين خليه 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 على خليه هو يجيب بطاقه بعدين يعمل ايش بده اياه اوكي. نجي لهون معلم نكمل. هيك بجبنا هيك بكون حرقنا هلا الاشياء الموجوده هون تمام بالتمام تك 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 اوكي هيك بكون حرقنا هذول تمام باللوز جبنا له السكنات المطلوبه. خلينا ندخل يا اساتير على المتجر الثاني مباشره شباب المتجر الثاني مع الشكل الزري معلم على الشكل السريع معلم نجيب له الاشياء اللي كمان نفس الشيء قول لي هذول معلم هذول هذول معلم تبعت اكيد شيء شغله شو الصندوق غنامل الايسترو اوكي اوكي معلم جيب معلم محرق له هذا كمان غنامل الارنب المشاكس هات نشوف شو الارنب المشاكس معلم جيب له معلم جيب له معلم جيب له يدلل وشو هون معلم سكن يا اخي هذا ما حلو السكين والله معلم خليه بده يجيب معلم ما حلو ما حبيت السكين يا اخي ما عجبني اقسم بالله. عم دراجون لهب هذا مو ملزم دراجون لهب الازرق مو ملزم معلم يلزمنا السيد واجر. خلينا نشوف اذا عنده البطريق شباب ندخل على القلب وين البطريق الالياف اي حيوانات الاليفه ما عنده البطريق معلم شوف حظه بالبطريق خلينا نجي لهون باللوز لا يا اخي ما بدنا نجي لهون نجي لهون نجي لهون نجي لهون تك 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 وين الويجر معلم قرش غنام السيد رابر لا مو هذا الرابر هذا لا هذا مبنى يقولنا ويجر شفت يمكن شفت الوجه هذا معلم جيب له اياه بعدين شوي كنا نفتحهم شباب نفتحهم كل شوي بعد شوي ال سون شوي البطاقات هذول نجيب له هذول معلم باللوز كلا خانز عنده اياه نجيب له هذا كمان تمام التمام سيد الرابر هذا قلت معلم بيض ما حبيت والله ما حبه معلم والله ما يستاهل ما يستاهل حدا يجيبه اوكي نعمل تبديل معلم شوفي هون كمان صندوق غنم التلميذ بطوله القارات يا اخي هذا السكين كبير يا اخي اوكي نشوف شو هذا لا طول ولا طول هذا حلو هذا حلو شباب طبعا نجيب له اشياء حلوه يا شباب مو نجيب له شيء يعني مو حلو معلم ما يصير جيب له شيء حلو معلم اوكي صندوق هات نشوف هون معلم شو هذا النمر ثواني شوي سوني شوي شفت عنده كريستيانو نشوف شباب عشان ما نضيع الوقت هذا فماس قول نجيب له فماس معلم نجيب له فماس وات لم يبقى جوار فلش عن جوار يا سيدي خلينا نكمل شحن جوار شوي باللوز اوكي هيك شحن شباب تقريبا 1000 1000 1000 شوية جوار وشكله معدل رقصة القلب نجيب له رقصة القلب معلم تمام خلينا نجيب هذا السكين شباب مبدئيا تمام كثير مهم ونجيب له سكين ال البريت راح نخليه معلم نشوف اذا يجيب سكين ولا ما يلعب شخص المهم شباب نجي هون نشوف شو هون معلم ثواني هذا نخلي له اياه اوكي معنا 1100 جو 1150 جوار شباب برايي انه نخلي له هالجوار شباب برايي تمام توكن قرش هذا نقدر نجيب له اياه كمان هذا كثير مهم تمام برايي انه مبدئيا حبايبنا نخلي له الجوار شباب يعمل اللي بده اياه تمام فهمت علي مثلا يجي شي متجر ثاني او ثالث فهمت علي كيف يعني يقدر يشحن لانه نجيب له قصه القلب معلم نجيب له قصه القلب معلم ما عنده اياه هي لازم نجيبها معلم طاقات الحاضنه هي لازم نجيبها معلم كمان شو ما يصير معلم اوكي حبيبي والله نجي لهون اوكي اعتقد هون يا شباب خلي له خلص خليه هالخمس في جوار يا شباب اوكي بالحساب تمام حبايبي باللوس اوكي الان شباب عن وقت الجد ندخل على الشخصيه معلم نجي لهون هي بيكون حرقنا له متجرين معلم تمام تمام قول تفرج معلم شوفي عنه معلم اليوم معلم شغلات باللوس خلينا نفتح 10 من هذول ليتس جو طول بالك لهون بلا بلا نفتح كمان 10 بلا بلا حلو نفتح هذول معلم شوف حظنا بهالهدول بهالبكجات معلم
قولي حلو والله طلع اشياء باللوز ولا لا معلم؟ هاي طلع اشياء هيدا ما يحلو فيها تمام. حلو الحذاء البنطال التشك الجاذا قولي تمام وطلعنا التشكل معلم مسكين كامل معلم صار عنا تمام التمام حلو تمام. وهذا بدل نفتح هذول معلم تبع اليو ام بي نفتحهم هذول على السريع اللوز نفتح له هذا كمان معلم روح سكين باللوز هذا شباب ويلي 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 ما حظه بيض يا الله هو طلع اه لا والله طلع له اشياء دايما يا شباب ما فكرت ما طلعوا لنا هذول الاشياء حلو نفتح له هذا الارنوب قول لي طلع له الارنب حلو يا اخي يا خلاص طلع له كل شيء معلم طلع له كل شيء جميلين قول لي الفمس نفتح الفمس معلمش قول لي ما في شيء دايم ما في دايم ما في شيء دايم قول لي ولا طلع شيء دايم معلم حلو حلو القرش هذا نفتحه كله معلم تكون الف قرش روح باللوز باللوز الويجر افتح كله معلم هاتنا نشوف كفو طلع له البطريق شباب هلا يقدر يجيب ثلجات معلم على رواق باللوز بيطلع له سكين كمان والرخصه رخصه بحبها كثير هيك شباب اسطوريه هي حلو شو هذا شو معلم افتحوا هذول كمان باللوز شو هذول حلو نجي لهون نجي لهون افتحوا هذول كمان باللوز افتحوا الباقات شباب تفرجوا على الباقات شباب جبنا لهم هالباقات شباب ما راح نفتحهم تمام راح نخلي له هو يعني هو يعمل بده اياه فهمتوا علي كيف نخلي هالباقات معلم يفتحوا هو تمام باللوز اوكي بس ثواني شباب ليش ما تفعل الفاير باس هون معلم ثواني شوي حبايبي شكله فاير باس ما تفعل ما لا اه لا لا تفعل معلم ارجع هون قول لي اكيد عنده الباجات معلم طول بالكم شباب انا شفت كان طول بالك ما ناخذ له كل الباجات لانه معلم ليكون اوكي ثواني شوي ناخذ هذول معلم بس عشان يجيب له الفاير باس هون بيجي هون هيك بيكون صار عنده الفاير باس باللوز بيبي السلام روح روح تدلل حبيبي اللي كفو حلو كتير والله اوكي روح حسن طبعا شباب انا راح اخليه هو يعني هو يظبط بالحساب وكل شيء وعلى رواق على رواق رجع تمام ما وصلت الرقصه اخذنا حسب هون بالفاير باس في رقصه كمان ول 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 ابلع ابلع هي الرقصه كمان وصلت رقصه جديده كمان باللوز معلم باللوز وهيك تمام تمام حلو خلاص تمام حبايبي اوكي خلينا ندخل على وشو بقى هو المعلم حرقنا والله اعتقد دوري تمام خلاص شباب برايي انه نكفي لليوم قولي قولي ها انا لانه هون سلاح جديد هون معلم بس لانه خصوصا رح نخلي له البطاقات شباب برايي انه نخلي له البطاقات شباب تمام حتى 160 بطاقه حاضنه يا شباب جبت له 160 بطاقه حاضنه بتعرفوا يا جماعه يا معلم 160 بطاقه حاضنه يا اساطير شو في هون الصراحه يا شباب برايي انه شوف نعمل معلم خلينا نحرق له شباب 60 بطاقه على هالحاضنه انه واحدة من هالحاضنه نحرق له 30 هون 30 هون يلا تعال خلينا معلم هو بعدين يعني قول كفو كفو اول قناع معلم والله حظ اسطوري كفو يلا روح بيض حجر كم صار معلم قلنا 30 صح 30 يلا نفتح له معلم بعدين هو يا شباب يصبر يمكن ينزل شي حاضنة شباب اسطوري ما تعرف يمكن تنزل حاضنة الكريمنال او شي شباب فهمتوا على كيف خلي هالبطاقة معلم يعمل اللي بده اياه والله بيض اقسم بالله معلم اوكي بيض كفو قناعين معلم قناع وحجر هات لشوف كفو والله الشباب صار عنده هون كم صار عنده معلم اقناع عنده صار ثلاث اقناع هون تسع احجار باللوز هون عنده قناع يقدر يجيب سكين من على الطرفين شباب قول لي بده اياه معلم اوكي يقدر يجيب هذا السكين اللي بده اياه اوكي شباب خلوا بطاقات الحاضنه يا شباب هو يضرب على رواق شباب انا دائما لما بعمل الحرق من الحسابات شباب بحب اخلي يعني شويه تيك شويه معلم يصبر نخلي يعني هو يعمل بده اياه فهمت علي كيف اوكي يا ساتير سو حبايبنا باختصار اوكي نجي لهون اول ليتس هون شو نجي على الاسلحه هون معلم كان عنده السكار هذا معلم كان بيطور فيه شوي شوي خلينا نعمل تطوير شيء سريع شوف في عندهم اول اللي حلو نطور والله الكمات 5 حلو خلاص باللوز معلم هيك الحساب صار باللوز معلم اوكي نجي لهون شباب نركب له اليو ام بي اليو ام بي معلم مهم اليو ام بي وين اليو ام بي اليو ام بي وين شباب نركب له اليو ام بي يا ساتير اوكي وهيك شباب كمان عنده هون الفماسات معلم يقدر يعمل بده اياه وشو عطى طلع له والله الضرر ما معلم حلو هذا الفماس باللوز انا اعمل له تزويد معلم لا والله في هذا الفماس كمان حلو الضرر 2 مدى الله جاب ما بعرف شباب خلاص خلوه يتصرف اللي بده اياه شباب سو حبايبنا الله يسعدكم يا رب خلاص هيك بكون شباب حرقنا المتجرين وحرقنا اشياء وحطينا له اكواد وكل شيء اللوز اللوز حبايبنا الله يسعدكم سو حبايبنا نشكركم لمشاهدتكم لنا هذا المقطع شباب اعطونا رايكم بالتعليقات يا ستير بهذا الحرق وهذا الاشياء الحلوه وشي ثاني حبايبي لا تنسون شباب تكتبوا لنا افكار
بلوس شوف شوف شباب فكره بلوس شباب فكره اللي شحالوا ان شاء الله شحالكم شباب ال 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 الحقيبة اوكي يلا انا شوف شباب خلينا نعطونا افكار حلوه الشباب ولا تنسوا تحطوا الفكره وتحت من تحت الاي دي ولا تنسوا بنفس الوقت شباب تابعونا على الانستغرام رابط تحت بالوصف وتابعونا على البسوسه تحت بعدين يلا تعالوا شباب جنوا نطوا لو سلام نشوفكم على خير سلام عليكم.